تحية سام سيدي كبير وميزة أمام هذا السام الذي ما زال يتداول، وده اللي يهمنا فوق أهم منطقة اللي هي مستويات ال 24 جنيه وربع، واللي قلنا المنطقة دي أعتقد إنها منطقة فولاذية. وبالنسبة لنا قلنا السهم لو تراجع وضعف لعند مستويات ال 27 جنيه و70 قرش أعتقد هتكون فرصة ممتازة للسهم اللي لسه قدام منه المزيد من الأهداف. ده اللي يهمنا. يهمنا ايه في السهم بعيدا بقى عن كل الخطط والخطوط اللي احنا عمالين نحطها؟ احنا عايزين بقى نشيل كل الكلام ده. انا بتهيألي النهارده كل الكلام ده مبقاش ليه لازمه دلوقتي، وخلينا نركز مع الهدف ده والهدف ده اللي اعتقد دول اهم هدفين على السهم في الفتره القادمه بالنسبه لنا. طيب سيدي كريم المفروض يعمل ايه؟ يعمل لنا تقفيل. السهم ده لو احنا لاحظنا صعد بقوه من المستويات دي، عمل لنا دبليو اكس واي او اي بي سي، وهبط بشكل عنيف جدا تاني على شكل اي بي سي، واعتقد ان احنا قد نشهد موجه خماسيه تروح تاني عند هذه المستويات او اكتر، ممكن كمان توصل معانا لحد مستويات 36 37. بمعنى صح احنا ما زلنا بنريد تقفيل هذا الضلع الى ان يثبت العكس. هل السهم متحول على ترند صاعد؟ والله لقينا صاعد، احنا مكملين معاه، لقيناه بيقفل ورايح بزخم اقل عن خروج اللي هي المنطقه اللي عند مستويات ال 36 جنيه ونص. ده المنطقه المهمه، خصوصا ان احنا بنتكلم من منطقه مهمه من مستويات ال 34 لحد مستويات ال 36 ونص، ودي المنطقه المهمه جدا جدا بالنسبه لنا. لو لاحظنا هنلاقي ان احنا قريبين جدا من دعم مستويات ال 23 فيبو اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو المنطقه اللي احنا قريبين منها اللي هي عند مستويات ال 27 جنيه و15 قرش. اللي انا شايفه ان السهم ده تحت مستوى ال 28 جنيه هو للشراء، ولكن انا ما اقدرش اقول الكلام ده بدون ما اشوف برايس اكشن. انا لازم اشوف برايس اكشن الاول وتاكد النظره الايجابيه، وبعد كده انصح بالشراء، غير كده انا اقعد اتفرج بالنسبه لي على السهم. طيب خلينا ننزل شويه ونروح بقى على فين الساعه، ناخد تفاصيل صغيره، خلينا نشوف فيبوناتشي ده كمان عشان ايه ما نعملش زحمه. طيب لو احنا بنبص على فريم الساعه هنلاقي نفسنا ان احنا فوق دعم قوي جدا، قلنا الدعم ده مهم جدا بالنسبه لنا اللي هو عند مستويات 27 جنيه و70 لحد مستويات 27 جنيه و80، وقلنا المنطقه دي منطقه مهمه، ولكن انا عندي منطقه مفتاحيه لازم السهم يخترق مستويات 29 جنيه و20 قرش وقوه عشان اقول ان السهم اتحول على ترند صاعد. حتى الان السهم لافف وشه لتحت، فانا ما اقدرش اقول ان السهم هيغير الاتجاه وهو وشه لتحت. لازم اشوف برايس اكشن، لازم اشوف ردة فعل ايجابيه، وبعد كده ابحث عن شراء السهم. لكن انا يمكن ابحث عن شراء السهم وهو لسه بالمنظر ده. كمان لو لاحظنا ممكن السهم ينزل ويصحح اكتر، ممكن السهم ينزل لحد مستويات 61 فيه متوابق جدا جدا اللي هو عند مستويات 26 ونص، لكن انا شايف ان المنطقه دي قويه بالنسبه لي، منطقه مهمه جدا جدا اللي عند مستويات 27 جنيه و70 قرش. حتى الان السهم مش شايف ان في زخم بيع قوي قوي عشان اقول ان السهم يعني الزخم البيع بتاعه قوي قوي، ولكن خلينا نمشي مع السهم خطوه بخطوه. في مناطق مفتاحيه كتير كمان، المنطقه دي منطقه مفتاحيه مهمه اللي عنده مستويات 28 جنيه وربع، يعني كمان لو لقيته بيصعد وبيخترقها بالسكورب ومنها اعتقد ان هيكون نظرتي ايجابيه. ولكن لو خلينا بقى نمشي بشكل بسيط قوي، انا عملت ضلع تصحيح من المستويات دي وما احترمتوش، وبعد كده بنزل اخد ضلع موازي. الضلع الموازي ده لو رحت لحد مستويات ال 100 فيبو هيوديني لحد مستويات ال 27 جنيه و40 قرش، وكمان مستويات ال 78 فيبو اللي احنا بنتكلم عليها عند مستويات ال 27 جنيه و70 قرش. يعني حتى الان السهم ما ادانيش اشاره صعود، ولكن المؤشرات بتقول ان السهم ما زال جاي. طبعا لو انت جوه السهم المفروض احنا قلنا نجم ارباحنا من بدري، كمان وقف الخساره المفروض كان يبقى عند هذه المستويات اللي عند مستويات ال 28 جنيه وربع، ولكن اعتقد ان السهم ممكن نتعامل معاه مرونه شويه لان احنا ما زال عندنا مستهدف للسهم، حتى الان ما عملش منه حاجه، وكمان عملنا موجه دفع، وده اللي بيعزز ان احنا ان شاء الله هنشوف اشارات اكثر ايجابيه للسهم في الفتره اللي جايه. ولكن حتى الان زي ما قلنا ما عندناش برايس اكشن، عندنا منطقه مفتاحيه ضعيفه اللي عند مستويات ال 28 جنيه وربع تقريبا، لكن المنطقه المفتاحيه الاهم هو الاستقرار في مستويات ال 29 جنيه و20 قرش وبزخم قوي، ده اللي هيعزز النظره الايجابيه بالنسبه لنا على السهم للبحث عن الهدف الأهم الأول اللي عند مستويات ال 33، لكن الأهم الهدف الثاني اللي هيكون من مستويات ال 35 لحد مستويات ال 37 جنيه. وكمان لو جينا نبص، طيب ما احنا ممكن نكون عايزين مستويات ال 61 فيبو من الهبوط اللي حصل ده كله، مش ده وارد؟ طب مستويات ال 61 فيبو تودينا لحد مستويات 37 38، فده أعتقد إن ممكن يكون الهدف القادم بالنسبة لنا على سهم سيدي كبير. سيدي كبير ما زال له أهداف صعودية، أعتقد الصبر مع السهم افضل، خصوصا ان وقف الخساره اعتقد انه بقى بعيد قوي عند مستويات ال 24 جنيه و40 قرش.
فلو انت بره السهم استغرق اختراق المنطقه المفتاحيه اللي عند مستوى 29 جنيه و20 قرش، وبعد كده ابتدي الشراء واختار القاع اللي يتشكل هنا، وبعد كده تخليه في خساره، وبعد كده تستهدف الاهداف اللي قلنا عليها. وبالتوفيق.